ولكنها مباراة المونديال. انطلق من هناك عن طريق بيترويبا، يلعب سريع عن طريق بيترويبا، حذري منه، حذري منه، حذري 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 بالكلام، انت في حاجة لمساعدة، بالكلام في حاجة لمساعدة. الكرة ترجع للخلف ناحية لينغاري، لينغاري يرفع، اوه لا 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 ما لم يقدر عليه بوكي، يتمكن بيترويبا خرج وسط المدافعين في الوقت بدل الضائع يسجل هدف قاتل. بيترويبا يسجل الهدف الاول في الوقت بدل الضائع من كرة، قلت لكم بان المنتخب الجزائري شويه مازال عنده نقص الكرات الثابته في الكرات المرفوعه. بعدما انقذها الحارس الملحي جوناثان بيترويبا ياتي من بعيد ويسجل اول اهداف المباراه بالراس هذه المره وليس بالرجل. شوفوا خرج في وسط المدافعين كلهم في اماكنهم، خرج بالقد. يا جمال، يا جمال، يا جمال، يا جمال، يا مصباح متاخر نوعا ما. هناك ممكن تكون متقدم وتلعب الخط شويه. لا 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 لا، بيترويبا يسجل هدف، خلينا نقول هدف رائع جدا، توزيعه رائعه وراسيه اروع، هدف مقابل صفر. ولكن الامل لا يزال قائم، المباراه ما زال عندها 45 دقيقه. الجزائريون بين الشوطين سيتاكدون بانهم عندهم القدرات اليوم لتسجيل هدف هنا في واغادوغو. عندما اقول في القائمه الثانيه سفيان فغولي لا يغلق القائمه الثانيه كما ينبغي، وبالتالي اسلام سليماني مضطر للبقاء في القائمه الثانيه. كرة تسترجع الجزائرية وانطلاقة من فغولي، فغولي مع اسلام، وسطه اسلام خطيرة، اسلام يا اسلام، يرجع لفغولي، اوبا با با با، الهدف جول، جول 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 يا سفيان، الله الله عليك يا سفيان يا فغولي، الله عليك يا سلام يا سفيان، يحرر الحناجر سفيان فغولي ويعدل النتيجة، هدف وزنه من ذهب بل من الألماس. يا سلام عليك يا سفيان، راح إسلام مرر لسفيان، سجل فغولي هدف من ذهب لصرع المنتخب الجزائري، عدل النتيجة مسجلا هدفه الخامس في تاريخه في مشواره مع الجزائر. استرجع إسلام، مررها له سفيان، رجعها له إسلام لسفيان، يا لها على هذا الهدف، با 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 با، حطها في الزاوية الفارغة من هناك. اسلام سليماني ببراعة يرجع لفغولي، يراوغ فغولي، يسدد فغولي، يسجل فغولي هدف التعادل لصالع المنتخب الجزائري. يا سلام، هدف من ذهب في بداية المباراة. المنتخب الجزائري في عهد علي لوزيج ولا مرة لم يسجل خارج الثانية، يضيعها مرة ثانية يا سفير، وبالكلام يرجع الكرة، ما زالت الكرة في الوسط، لم يتمكن منها حسن، يبدا هدف ثاني، هدف ثاني بوركينابي. قلت لكم بانه في اي لحظة من لحظات المباراة، شوف تقريبا حسن يبدا لم يصعد مع اللاعب، لمسها اللاعب لمسة واحدة، الثانية الثالثة ضربها في المرمى، هدف في الزاوية اليسرى من مرمى رئيس الملحي، هدف ثاني عن طريق جاكاري جاكولي، نعم نعم، هدف ثاني عن طريق جاكاري جاكولي في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الثاني من المباراة، هدفان مقابل هدف واحد، فعلا مباراة ممتعة، فعلا مباراة ممتعة. المهم أن المنتخب الجزائري سجل هدف سيكون وزنه من ذهب، سجل هدف سيكون وزنه من ذهب في البليدة، هدفان مقابل هدف واحد النتيجة. شوف هنا حسن يبدا لم يرتقي، ومهدي مصطفى راح متساهل مع المهاجم في زاوية تقريبا مغلقة، يسدد يسارية ويسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري، رغم أنه لم له فرص كثيرة تماما، هذه الفرصة الوحيدة في الشوط الثاني رماها في المرمى، سجل بها هدف ثاني، هدفان مقابل هدف واحد لصالح المنتخب البوركينابي أمام المنتخب الجزائري. الركنية من سفير طيدار، بابا جول 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 جول، قلت لك يا سفير يا طيدار، أول مرة تنفذ ركنية في المباراة ويأتي الهدف الثاني، يلا يا سفير يا سلام عليك، جول سفير طيدار يعدل النتيجة من بعيد، يفعلها الرجال في بوركينا فاسو ويسجلون هدفا ثانيا. طيدار وكارل مجاني لأول مرة في حياته يسجل هدف مع المنتخب بعد 23 مباراة، هذا هو هدفك الأول والوحيد ولكنه الأغلى في حياتك، هدفان لمثلهما في واغادوغو، ركنية طيدار ورأسية كارل مجاني، الهدف الثاني للخضر، النتيجة متعادلة. يا سلام يا سلام يا سلام على الخضر، هدف ثاني قاتل رائع، هدف ثاني رائع وممتاز،
خمس كبير على المنتخب الجزائري شال كابوري. يو 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 واو واو. ماذا هنالك؟ ضربة الكرة في وجهه زيد الحكم. غريبة. الحكم المساعد من أين جاء هذا الحكم المساعد؟ غريب هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا. هل لديك أربعة عيون حتى تشاهد لقطة مثل هذه وتعلن عن ضربة جزاء؟ غريبة الكرة في أفريقيا، ولكن لا، من دون بطاقات، من فضلكم، من دون نرفز على الحكم، لأنه إذا قرر المباراة رمسة عين ارفع الراية الحكم المساعد. شوف التسديدة، أين هي يده؟ يده خلاها وراء ظهره، الكرة ضربت في وجهه أو في صدره، أبدا ليس هناك. مبولحي يجب أن تصر، يا مبولحي روح في المكان اللي سدد في المرة الأولى، بومكي ستصدها يا مبولحي، ستصدها لو يسددها في الجهة اليسرى من هناك يا مبولحي، بومكي كاد يصدها رئيس مبولحي، صدها ولكنها كانت قوية ودخلت. لا يا رئيس، مرجوك من فضلك، ليس هناك أي داعي لتصرفات مثل هذه يا رئيس البلد. خليه أريستيد بونكي يسجل الهدف الثالث لمنتخب بوركينا فاسو. نتيجة ليست 3-0 وليست 3-1 بل هي 3-2، نتيجة رائعة كذلك بالنسبة للمنتخب الجزائري. مباراة كبيرة ومباراة رائعة، هدفان مقابل هدفان كانت النتيجة، صارت 3-2. هذه الكرة المنتخب الجزائري في أداء لم يخيب، المنتخب الجزائري أبان عن قدرات وإمكانيات كبيرة. لا، من دون احتكاك، من فضلكم، من دون احتكاك، الحكم صفر ضربة جزاء وسجل الهدف الثالث، لماذا الاحتكاك؟ بونكي هنا يسدد بقوة، أي ضربة في يده، نشوف القوة ضربة الجزاء لما تكون مسددة، حتى لو يروح معها هي جميلة. كرة القدم متعتها كم هي جميلة، وفيها الكثير من الحلاوة وفيها الكثير من القساوة. هذه هي كرة القدم مشاهدي الأفاضل. الجزائريون يصنعون الحدث في واغادوغو، يسجلون هدفين، يتلقوا ثلاثة، واحد من ضربة جزاء والأول في غفلة من الدفاع والثاني